في لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أنا هو وانت هو أنا هو وانت هو أنا هو وانت هو والزمان هو بينا هو أنا هو وانت هو والزمان هو بينا هو إن ما سهرتك ليالي إن ما دوبتك يا غالي إن ما سهرتك ليالي إن ما دوبتك يا غالي إن ما خليتك تلالي إن ما خليتك تلالي تستجيلي انت وده هو أنا هو وانت هو أنا هو وانت هو منورين حلقة يوم الاثنين والنهاردة عندنا حلقة خاصة جدا وجاي النهاردة كده متأنق عشان حبايبنا من محافظات كتيرة قوي جايين النهاردة يستلموا جوائزهم اللي فازوا بيها بمسابقتنا اللي كانت معمولة في شهر رمضان مطبخ تورنيدو فالنهاردة الناس بقى جايين يستلموا الجوائز بتاعتهم الأول كده نقول تحية كبيرة قوي لتورنيدو وأول ما نقول كلمة تورنيدو يعني صناعة مصرية وبراند مصري أصيل طبعا طلع من مجموعة العربي ومن مصانع العربي وتورنيدو قدر في وقت قليل جدا إنه هو يغزو أسواق العالم بمنتج مصري محترم جدا جودة عالية جدا وسعر مناسب جدا ولما نقول تورنيدو يبقى كمية أجهزة كهربائية من أول الغسالة والبوتاجاز والفرن والسخان والغاز وسخان الكهرباء والتكييف والمروحة واللمض والأجهزة العناية الشخصية للسيدات والرجال
والكبة والمكنسة كمية حاجات غير طبيعية. كلنا فخورين وأنا شخصيا فخور جدا بتورنيدو. ميرسي على ثقتهم في 4 شارع الشريف وإن هم دايما بيكونوا راعي أساسي عندنا. فالنهاردة هيكون معانا مجموعة من الفائزين بجوائز تورنيدو جاي لنا من محافظات كتيرة قوي، عشان كده بقى النهاردة قلت أتشيك كده وألبس الحتة على الحبل وألبسهم بدلة لسه جايبها جديد البليزر ده، علشان نقابل كده جمهورنا ومشاهدينا وجمهور تورنيدو اللي النهاردة هيكونوا معانا في الفقرة التانية علشان يستلموا الجوائز بتاعتهم ونفرح ونبارك معاهم. عندنا مين النهاردة من سكان الشارع معانا النهاردة في الريستوران؟ شيف يوسف، أهلا أهلا. ازيك يا أستاذ؟ ازيك يا شيف؟ يا أفكار الشارع. عجبني قوي اللبس بصراحه. نعلم على ورد، خدت احنا بالك. بنتعلم من حضرتك موضة. بقى الموضه تعلموها بقى، مش كده؟ عاملين النهارده ايه اكل؟ عاملين النهارده مكرونه بالمشروم وبطاطس بحبه البركه والصويا صوص. الله عليك، منور يا استاذ. حبيبي يا شريف. دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه زي ما قلنا مع تورنيدو وجمهور تورنيدو اللي جايين يستلموا جوائزهم من 4 شارع الشريف. نختم النهارده مع جلادس حداد، اهلا. لبسك حلو قوي. ميرسي. صناعه مصريه. يس. قومي اقفي ورا راجلنا كده. سلام، حلو حلو حلو. ايوه ده بتعمل فاشن شو حلو قوي. ميرسي. تجنن. اتفضلي، هتكلميني عن ايه النهارده او هنكمل كلامنا عن ايه؟ هنكمل كلامنا بقى على، احنا اتكلمنا على الالهه، هندخل بقى في المحاكمه النهائيه، سواء بقى هيدخل الجنه او النار. عند المصريين، عند المصريين القدماء. اهلا بيكي يا جلادس، منوره كالعاده. النهارده عندنا مزازيكي مع مطربنا مؤمن خليل. يا سلام. كفايه خسسان كده. نعم، كفايه خسسان. ليه خسيت انت شويه؟ طب كفايه ليه؟ لا كده حلو، انا حبيت الموضوع والله. ده طلع حلو يعني. بالك يا اللي في بالي. بصي بيبص لي ازاي. يا هسمعنا ايه دلوقتي؟ هنغني بدنا نولع الجو. ايوه بدنا نولع الجو ونسمعها، وبعدين ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع شيف يوسف. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا يلا. بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معانا. بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معانا. قلك انا يا ريت نضيع درب البيت، قلك انا يا ريت نضيع درب البيت والبيت يضيعنا. بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معانا. بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معانا. يا قلبي ضل سهر وغني ليل نهار، يا قلبي ضل سهر وغني ليل نهار، عيش الحب وضلك حب خلي السهرة تشرق نار. يا قلبي وغني ليل نهار، يا قلبي ضل سهر وغني ليل نهار، عايش الحب وضلك حب خلي السهرة تفرق نار. قلك انا يا ريت نضيع درب البيت، قلك انا يا ريت نضيع درب البيت والبيت يضيعنا. ما تسألنا احنا مين، نحنا وسهرانين ما تسألنا احنا مين، بدنا نرقص بدنا نغني بدنا نبقى مبسوطين. نحنا وسهرانين لا تسألنا احنا مين، نحنا وسهرانين لا تسألنا احنا مين، بدنا نرقص بدنا نغني بدنا نبقى مبسوطين. قلك انا يا ريت نضيع درب البيت، قلك انا يا ريت نضيع درب البيت والبيت يضيعنا. اوبا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، شارع
الاكل النهارده شكله حلو قوي قوي قوي. اكل عقدي في جزء منه كده ممكن يتحط في العزايم يبقى لطيف قوي. شيف يوسف منور، اهلا بيك. ازيك يا شيف؟ اخبارك ايه؟ زي الفل. ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملها دي؟ حلوه كلها اقتصاديه. انا بحب قوي البتاع اللي انت لابسها دي. وانا بلبسها عشان انت بتشكر. دي صناعه مصريه باينه لا تحفه، جلد بالجينز كده. اتفضل يا حبيبي، تغلاش عليك. طب قولي بقى ايه ده؟ ده مكرونه بالمشروم، عاملين لها صوص حلو كده خفيف ولذيذ، والمشروم فيه بروتين حلو. وده دي سلطه. بنلعب بس. دي بقى بطاطس بالصويا صوص وحبه البركه، وده شويه خضار مشوي. خضار مشوي مشوي على فكره صحي جدا جدا. طب عايز تبتدي بايه؟ نبتدي بالمكرونه. مكرونه يا اولاد يلا. ما قدرنا اكون نص كيس مكرونه، كوبايه مشروم كبيره، بصله، معلقتين زبده، كوبايه صغيره من الدقيق، مرقه خضار، كوبايه لبن، ملح وفلفل. نبتدي يلا. جاهز؟ جاهز. واحنا كمان جاهزين. حط شويه زبده على النار. انا بحب البالونات، انا كائن يحب البالونات. حلوه قوي، بتعمل جو من البهجه. بكميه زبده لا باس بها. معقوله. ده خلاص. وهنزل بصله كبيره، وده خلاص، وبصله. انت هتحط فيهم المشروم ولا ايه؟ هحط المشروم هنا فريش. مشروم فريش، يا ريت، افضل. وارخص من المعلب صح؟ تقريبا نفس السعر، بس ده انا ضامن ان هو فيه يعني بروتين صح. المشروم فيه بروتين زي اللحمه بالظبط. اديله تقليبه حلوه، ممكن شويه ملح وفلفل. شويه ايه؟ شويه ملح وفلفل. ماشي. وبقلبه. المشروم على فكره ده فيه بروتين زي اللي في اللحمه تقريبا. يعني اضرب عليه ايه بعد كده؟ من اكتر الخضار اللي فيه بروتين. هنحط ايه بقى؟ انا هدي يعني هستناها تاخد لون سنه. ممكن اخد لون اهو. وبعدين هبتدي بقى احط شويه دقيق. شويه دقيق. ماشي. ودقيق عشان يعمل عشان الصوص يتجانس. بس اوكي كده كفايه. ممكن دول. شكرا. بعدين هدي دقيق تقليبه بس عشان يستوي، ما يبقاش طعم ليه دقيق، لازم ياخد تقليبه كده حلوه. بعدين هجيب المرقه، حط شويه صغيره بس، وهزود شويه لبن. لبن. وهسيبها بقى ايه تقول مع نفسها. ممكن بقى نعمل البطاطس. خلاص. ممكن بقى اسيبه بقى ايه يعني ياخد اللون بتاعه لغايه لما وتعمل ايه؟ لغايه ما يجهز. وممكن ازود له شويه صوص صويا صوص لو عايز اللون يغمق. او كنت اسيب البصل لحد ما تحمر شويه. ممكن بقى نبتدي نعمل الاكله الثانيه. البطاطس. يلا بينا. يلا. والبطاطس مقاديرها اتفضلوا. نص كيلو بطاطس مكعبات، 4 معالق زبده، كوبايه صويا صوص، كوبايه صغيره حبه البركه، توم بودره، وملح وفلفل. في ايه؟ يلا. ناخد شويه زبده. ما دي استعملناها هنا. ينفعش. ينفعش. الاو سي دي فين؟ شويه زبده صغيره. توم بودره. توم بودره. بودره. انا مش عايز توم فريش عشان انا مش عايز الطعم يبقى تقيل. ده ايه ده؟ ده صويا صوص. وهجيب البطاطس دي انا محمرها نص تحميره كده مش قوي. وهحط البطاطس بتاعتي واديها تقليبه. ممكن احط المكرونه. حبه البركه. احط المكرونه على الحاجات ولا مش دلوقتي؟ مش دلوقتي. ده بيبقى لوحده. والمكرونه بتغرفها وتحط ده عليه. ايوه. فهمت. وحبه البركه. حبه البركه بقى طبعا انت عارف قد ايه جميله ومفيده. فانا لما ندخلنا أوي. لما ندخلها في اكلنا بتبقى لذيذه قوي. بقول لك ايه؟ قول. هو المكرونه مستويه عادي. مسلوقه. مكرونه مسلوقه عادي جدا. وهو بص بيبقى شكلها زي الشريف. ممكن دي ممكن تتقدم كده خلاص. ده محتاج يستنى شويه. خليه يستوي خلاص. طيب انت كده خلصت، احكي الناس انت عملت ايه لغايه دلوقتي. احنا عملنا مكرونه بالمشروم والبصل، وعملنا بطاطس بحبه البركه والصويا صوص. اوكي. احنا فاضل لنا ايه؟
ده احنا كده تمام. انت خلصت كده؟ زي الفل. والله ده خلص يا ولاد. طب بنشكرك يا استاذ. ماشي. طيب احكي الناس كده سفرتك كان فيها ايه؟ احنا النهارده عملنا المكرونه بالمشروم صوص وعملنا البطاطس بحبه البركه والصويا صوص. اوكي. نور. ميرسي يا شرف. ميرسي يا حبيبي. سمعت اغنيه حلوه بموت فيها. للست ورده. جاهزين؟ جاهزين. لولا الملامة؟ لولا الملامة. لولا الملامة يا يوسف؟ لولا الملامة. نسمعها وبعديها ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع الفائزين معانا بجوائز تورنيدو. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. اهلا اهلا اهلا، منورين ومشرفين. مالكم مخدودين كده؟ سقفوا لنفسكم. النهارده عندنا كده احتفاليه لطيفه جدا في 4 شارع شريف، عندنا تسليم الجوائز الخاصه بتورنيدو. واول ما بنقول تورنيدو بنقول علامه تجاريه مصريه اصيله من تحت مظله العربي جروب، وتورنيدو براند مصري قدر يوصل للعالمية في وقت قليل جدا، وعشرات من البلاد بقى موجود فيها وبيتم تصدير منتج تورنيدو للبلاد دي. لما كمان بنقول تورنيدو بنقول كل حاجة في البيت، واحنا كده ماشيين جوا بيتنا ممكن نلاقي تورنيدو حوالينا في كل مكان. هنلاقي تكييف تورنيدو، هنلاقي غسالة تورنيدو، هنلاقي غسالة أطباق تورنيدو، هنلاقي تلاجة تورنيدو، هنلاقي بوتاجاز تورنيدو، فرن تورنيدو، مروحة تورنيدو، والتكييف طبعا قلنا عليه، السخان، لمض تورنيدو الموفرة كمان. في الآونة الأخيرة بقى في منتجات العناية الشخصية للسيدات وللرجال، السيدات في مكوت الشعر وفي السشوار، والرجال في مكنة الحلاقة. كمان منتجات اكيد المطبخ اللي بنستخدمها كلنا، من العجانه، الخلاط، المكن اللي بيعمل القهوه، مكنه الشاي، كل حاجه من تورنيدو. فلما نقول تورنيدو بنقول بجد فخر الصناعه المصريه، والف سلام وتحيه للبراند المحترم ده. واحنا هنا كاسره 4 شارع شريف بكل سكان 4 شارع شريف وكل جمهور 4 شارع شريف فخورين ان الراعي الاساسي عندنا في برنامجنا هو تورنيدو. وتورنيدو لما بنقول لهم افكار
ما بيبخلوش علينا بأي حاجة. قلنا لهم السنة دي في رمضان عايزين الموضوع يكون مختلف، عايزين نعمل مسابقة وكل يوم كنا بنعرض تقرير من أول يوم تقريبا 4 رمضان، كان فيه تقرير بيعرض عندنا على الشاشة وكان بيبقى فيه سؤال، وجمهورنا حبايبنا في المنازل كانوا بيجابوا على السؤال ده ويحطوا الإجابة على صفحة تورنيدو على الفيسبوك، وكانت السؤال بيقعد تقريبا الكومنتس ممكن نعمل عليه تعليق لمدة ساعتين أو 3 ساعات تقريبا، وكنا بناخد بعد كده آخر إجابة صحيحة كان صاحبها هو بيكون الفائز. معنا النهاردة الفائزين بجوائز تورنيدو، في بعضهم ما قدرش يجي علشان في محافظات مختلفة، كان نفسي أشوفهم جدا ويشرفونا وينورونا، لكن جوائزهم هتروح لهم لغاية المكان اللي هم فيه. أول فائز معانا النهاردة وكان في حلقة 4 رمضان، وسؤاله أو التقرير كان عن الخلاط، والسؤال كان بيقول ما هي الخطوة الثانية في مرحلة تجميع الخلاط، والإجابة الصحيحة كانت اختبار الموتور قبل وضعه على خط الإنتاج. واللي فاز معانا أستاذة سارة، لكن والدها أستاذ أسامة عبد العزيز هو اللي هيستلم الجائزة. برحب بيه، أهلا وسهلا. فين أستاذ أسامة؟ زي حضرتك. أهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. أهلا بحضرتك. سارة كسفت تخش ليه؟ هي ما بتحبش الإضاءة والتصوير. ما بتحبش انت بتحب التصوير عادي. عايز تبقى نجم بشكلك انت. انت اللي اقنعتها بكده. لا والله هي اللي ما بتحبش كده. طب هي بس هي قاعده معانا هنا بره. اني واحده قدامنا هنا. ازيك يا ساره؟ منوره. هي اللي جاوبت. هي ساره. طب الجايزه بتاعتكم النهارده هتكون خلاط، مين اللي هياخد الخلاط، حضرتك ولا هي؟ انا اللي هستلمه. انت اللي هتستلمه. مين اللي هيستخدمه؟ هي. مين بيعرف يطبخ في البيت؟ هي برضه. انت ما بتعرفش تطبخ؟ لا، بس اكلكم حلو. جميل، باين على كرشك. انت مشرفني ومنورني، والنهارده هيكون جايزتكم اللي حضرتك فزتوا بيها او ساره فازت بيها هي خلاط من تورنيدو، هتاخده وحضرتك ماشي. وشرفتنا ونورتنا. شكرا. وحيو لو سمحت. شكرا. 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 طيب عندنا يوم 5 رمضان التقرير كان عن شاشة تورنيدو. شاشة تورنيدو فيها في الحقيقة أحجام ومقاسات كتيرة جدا، ومن أكتر طبعا الشاشات المشهورة الشاشة الشيلد اللي هي ضد الكسر. السؤال كان بيقول كام مرحلة بتحتاجها البوردة الخاصة بشاشة تورنيدو للتجميع، والإجابة كانت مرحلتين، مرحلة آلي ومرحلة يدوي. والفائز معانا أستاذ أحمد سمير علي، أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ أحمد، عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. عرفت الإجابة إزاي؟ عرفتها، كنت شايف الفيديو بتفرج عليه وحليته عن طريق الفيديو. ركزت في الكلام. بالظبط. ما الإجابة كنت حضرتك في المصنع، فأنا ركزت في الكلام وعرفت الإجابة وجاوبتها. والنهاردة أنت كسبت معانا الشاشة 32 بوصة من تورنيدو عشان تتفرج على 4 شارع الشريف. شكرا. وتتفرج على الماتشات وتتفرج على كل حاجة. جداً. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي. زملكاوي. حيو حيو حيو. احنا بنحيي الاهلي والزمالك. احنا الاثنين مع بعض. اهلا وسهلا بيك. شكرا. اتفضل استريح، منورنا ومشرفنا. يوم 6 رمضان كان التقرير عن التكييف، والسؤال كان بيقول اللي في التقرير أثناء اللحام يتم ضخ غاز إيه؟ ثاني أكسيد الكربون ولا نيتروجين ولا أكسجين؟ والإجابة كانت غاز النيتروجين. والفائزة أستاذة ياسمين حسين حلمي ما قدرتش تيجي النهاردة، والتكييف هيروح لها، تكييفها موجود هنا من تورنيدو، سأقفلها برضو لو سمحتوا. 7 رمضان التقرير كان عن اللمبات، وأول لما نقول لمبات تورنيدو هي لمبات موفرة وصديقة للبيئة، وبتقعد عدد ساعات كتيرة جدا كده، عشرات الألاف من الساعات. والسؤال كان بيقول كام طول لمبة ليد تورنيدو؟ الإجابة كانت 60 سنتي و 120 سنتي، في منها حجمين. الفائزة أستاذة ندى عبد الفتاح حفناوي ما قدرتش تيجي، وهنبعت لها مجموعة من اللمط، في كرتونتين لمط هيروحوا لها 100 لمبة، هي كسبتهم. التقرير الخاص بيوم 8 رمضان
كان عن المكنسة، والسؤال كان بيقول اختبار الجهد العالي بيتم على كام فولت؟ الإجابة كانت 3 كيلو فولت، واللي كسبت أستاذة سامية ناصر عبد العزيز ما قدرتش برضو تيجي النهاردة، فهنبعت لها المكنسة الخاصة بيها، اهي المكنسة الخاصة بيها 1600 وات من تورنيدو، والمكنسة اللي هتجيلك لونها في الغالب هيكون برتقالي. مكنسة تورنيدو من القوية جدا، وفي أشكال برضو وأنواع كتيرة من مكنسة تورنيدو، ومن أشهر المكانس الخاصة بتورنيدو المكنسة اللي بتشفط التراب وبتشفط المية، وانتوا لو متابعين 24 شريف هتشوفونا لما عملنا المكنسة وشفطت المية ازاي من على الأرض. بنبارك الأستاذة سامية، ممكن تسقفوا لها لو سمحتوا. السخان وتقرير السخان كان بيقول السؤال الخاص بيه كم مرحلة أمان في سخان تورنيدو، والإجابة كانت 5 مراحل، واسم الفائزة أستاذة دلال أحمد محمد ما قدرتش برضو تيجي، وهيروح لها السخان الخاص بيها من تورنيدو، السخان الغاز، وهو سخان 6 لتر من تورنيدو، و زي ما قلنا في معدلات امان كتيره. وفي الحقيقه انا عايز اقول حاجه، واكيد انتوا شفتوا ده في التقارير اللي انا كنت بعملها في مصانع العربي لمنتج تورنيدو، ان من اهم الحاجات اللي دايما بيرعوها في اي منتج هو معامل الامان اللي في المنتج، علشان اي حد فينا يشتري المنتج وهو ضامن انه مش هيبقى فيه اي مشكله تحصل، بالذات في السخان الكهرباء او السخان الغاز. فأستاذة دلال هي اللي كسبت السخان. يوم 10 رمضان التقرير كان عن المكوى، والسؤال كان بيقول ايه ميزة البوردة الموجودة بمكوى التورنيدو، والإجابة لو الإجابة الصحيحة لو ثابتة لمدة 30 ثانية هتفصل لوحدها، وده أمان طبعا أكيد للعميل. الفائزة أستاذة لمياء سيد أبو المجد مش موجودة معنا، بس بنحييها سقفوا لها لو سمحتوا، فهي كسبت مكوى تورنيدو، هي المكوى بتاعتنا الخاصة بتورنيدو، وبتخلي بتكوي بسهولة جدا، وهي 2000 وات، هتروح لك المكوى لغاية عندك يا أستاذة. وطبعا المكوى هي مكوى بالبخار. 11 رمضان السؤال كان عن الخلاط، خلاط تورنيدو غير، السؤال كان بيقول غير قابل لإيه؟ هو غير قابل للخدش أو للكسر، والفائز موجود معانا النهارده، بنحيي استاذ محمد ايمن فرحات. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك، منور نورك. بتعرف تطبخ؟ شيف ايطالي. شيف بجد؟ بتعمل بيتزا؟ بعمل بيتزا ايطالي. طب احنا عاملين لكم بيتزا النهارده هنا، خلي بالك، وعاملينها بكل حاجه، يعني اتعملت بالعجان بتاع التورنيدو، وبعد كده دخلت فرن تورنيدو وحدوها، وتقول لنا بيتزتك احلى ولا البيتزا بتاعتنا احلى. انت الجائزه الخاصه بيك الخلاط من تورنيدو، وخلاطه معاه الاثنين بلندر، اوكي؟ اشتغل بقى بيه زي ما انت عايز تعمل البيتزا بتاعتك وتعمل كل الحاجات اللي انت عايزها. هو 600 وات وخلاطه اثنين مطحنه، وفي طبعا السلاح الخاص بيه صلب مش بيصدي 600 وات. طب قول لنا كده بسرعه، بما ان انت شاف، قول لنا بسرعه مقادير البيتزا. بس امسك المايك. لو عندنا بيتزا ايطالي مثلا يكون المكونات دقيق وزيت. لا قول لي بالجرامات وبالتفاصيل. مش قوي كده. الله انت شايف، عشان يعملوها ما تتلخبطش تطلع العجينه مظبوطه. تقريبا قد ايه؟ تقريبا مثلا لو بنتكلم مثلا في كيلو دقيق هيبقى عليهم مثلا 200 جرام ميه و100 جرام زيت، ولو هنحط زبادي وفي لبن لو راغبين. زبادي لو احنا عايزينها تبقى بان، تبقى تخينه. مظبوط. وايه بعد كده؟ وسنه ملح وسنه خميره. حلو قوي. ونضرب كل ده في العجان. العجان. بعد كده هتبقى عندنا البيتزا هنفردها. الصوص اللي عليها بيتعمل ازاي؟ صوص طماطم بيبقى بنجيب بصل بتستوينه مع توم. تمام. لو راغبين فيها توم بنشوح فيها الطماطم وبنحط عليها ريجانو لو احنا محتاجين قوي، وبنتبلها بقى زي ما بتحطش معلقه سكر؟ ده عشان خاطر الحموضه طبعا. لازم. مظبوط. خفيفه كده. وتحط اي بقى ايه؟ مكونات مثلا اللي احنا عايزينه بقى. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. مشرف ومنور يا شيف، اهلا وسهلا بيك. اتفضل استريح ومبروك عليك الخلاط. عندنا بعد كده يوم 12 رمضان المنتج هو مروحه سقف تورنيدو. مروحه سقف تورنيدو هي منتج طبعا بيتصنع بنسبه 100% في مصانع العربي.
والسؤال كان بيقول ضمان مروحة تورنيدو كام سنة؟ الإجابة هي 5 سنين. والفائزة أستاذة منار رمضان ميليجي، أهلا وسهلا بيكي يا أستاذة. أهلا، حيوها. ازيك يا منار؟ ازي حضرتك؟ انت كويسة؟ الحمد لله. انت جاية لنا منين؟ من القاهرة. من أي حتة في القاهرة؟ من أي حي؟ من امبابة. امبابة أحسن ناس. حي الأهل امبابة لو سمحتوا، جامدة قوي. جو قوي قوي قوي. عملنا لك تحية خاصة. طيب، أنت بتشتغلي في مجال إيه؟ لا مش بشتغل، طالبة لسه. طيب بتدرسي إيه؟ رابعة آداب جغرافيا. جغرافيا؟ هسألك في الجغرافيا. لا قسم مساحة. الله! أيوه جغرافيا بس قسم مساحة. أيوه قسم بس جغرافيا برضه. يعني عارفة إن الأرض كروية ولا مربعة ولا إيه النظام عندك؟ طب استني، فرنسا في قارة إيه؟ أمريكا ال أوروبا. أوروبا معلش. أوروبا. فرنسا في امريكا. متوتره. لا ما تتوتريش. طب عاصمتها ايه؟ باريس. ايوه كده. طيب امريكا الشماليه، قاره امريكا ما حدش غشاشها، قاره امريكا الشماليه فيها كم دوله؟ 26. لا مش القاره نفسها، قاره امريكا اللي فوق دي فيها كندا وتحتها ايه؟ كولومبيا. مين؟ لا كولومبيا دي في تحت في امريكا الجنوبيه، بتكلم على امريكا الشماليه. كندا، الولايات المتحده الامريكيه، والمكسيك. 3 دول. ايوه انا حاجه اذاكر لك بقى. ده الجغرافيا دي احلى حاجه، انك تبقي عارفه الكوكب بتاعنا الدول ايه وثقافتهم ايه وحاجات. اقعدي ذاكري شويه. انت كسبتي النهارده معانا مروحه، والمروحه الخاصه بيكي اهي، مروحه ستاند بالريموت كنترول من تورنيدو. مبروك عليكي. تحطيها بقى في الاجواء بتاعتنا دي الحاره، تحطيها بقى في الاوضه، تحطيها في البلكونه، تحطيها في المكان اللي انت عايزاه. هي مروحه عظيمه جدا، وبشكرك يا استاذه منار. شكرا ليكي، حيوها. اهلا وسهلا. كده وصلنا ل 13 رمضان، والتقرير كان عن الغساله، غساله الملابس من تورنيدو. السؤال بيقول ايه اول شيء يتم التاكد منه في اختبار جوده غساله تورنيدو؟ الاجابه كانت خاصيه العصر، عصر الملابس. والفائز استاذ مصطفى سعداوي عبد الكريم، اهلا وسهلا بك، حيوه. اهلا بحضرتك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله. انت جاي لنا منين؟ انا جاي من بني سويف. مخصوص؟ مخصوص على راسنا. الله يخليك. طب تحيه لاهل بني سويف لو سمحتوا. انا عايز اقول لك على حاجه بقى. انت عارف الغساله اللي انت كسبتها دي مصنوعه في مصانع العربي اللي موجوده في بني سويف؟ كويس، جنبك. كلام جميل. الغساله بلدياتك يعني. تمام. طيب انت بتعمل حاجات البيت؟ ممكن تغسل؟ انا حاليا بغسل لوحدي لان عايش لوحدي يعني. وممكن تقف في البلكونه تنشر الغسيل؟ بنشر وكل حاجه، وبطبخ لنفسي وكل حاجه. استنى بس، ما بتتكسفش تقف تنشر خالص؟ سقفوا له. طيب انت ما بتتكسفش عشان انت عايش لوحدك، لما هتكون متجوز هتتكسف ولا هتقول لها اطلعي انت انشري ده شغلك، ولا ممكن تساعدها، ولا ايه النظام؟ لا لا بساعدها طبعا. هي انت متجوز؟ متجوز طبعا. متجوز بس دلوقتي عايش لوحدك حاليا، عشان هي يعني هي قاعده في مكان وانا شغال في بني سويف ومقيم في بني سويف. اوكي. بس انت الغساله ممكن انت لو مراتك معاك في البيت ممكن انت تغسل وتطلع تنشر الغسيل؟ مفيش عادي، حسب ظروفها هي، لو تعبانه عادي سعيده، ايه المشكله؟ اصل في رجاله تقول لك لا انا ما اطلعش انشر الغسيل. لا لا والله، دي كل واحد بقى وشخصيته. تحيه ليك، وانت راجل محترم جدا. ربنا يخليك. انت عايش دلوقتي في بني سويف، بس انت اصلا منين؟ اصلا من المنيا. من المنيا، اهل الصعيد. اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. من شرفنا ومنورنا، ومبروك عليك غساله تورنيدو. غساله، هي غساله هاف اوتوماتيك من تورنيدو، ويعني بقى بتغسل كميه غسيل وبتعصر وبتعمل كل حاجه انت عايزها، فالف مبروك عليك. شكرا. اتفضل استريح. اهلا وسهلا بيك. الفائز بعد كده خاص بيوم، والجائزه خاصه بيوم 14 رمضان، والتقرير كان عن الثلاجه.
والسؤال كان بيقول ايه المادة اللي بيتم حقنها بين الكابينة الصاج والبلاستيك لتلاجة تورنيدو؟ الاجابة الصحيحة كانت مادة عازلة للحفاظ على درجة الحرارة. والفائزة استاذة اسماء محمد رجائي ما قدرتش تيجي، هنبعتلك التلاجة الميني بار الخاصة بحضرتك اللي قدامنا دي، هتيجي لغاية عندك من تورنيدو. عندنا كمان 15 رمضان، السؤال كان بيقول الحلقة كانت خاصة بشاشة تورنيدو، والسؤال كان بيقول الكابينة الخلفية لشاشة تورنيدو مصنوعة من صاج ألمنيوم، مصنوعة من صاج ولا ألمنيوم ولا ستانلس ستيل؟ والإجابة الصحيحة كانت صاج. والفائز أستاذ محمد أحمد محمد إبراهيم ما قدرش يجي النهاردة، هنبعت لك الشاشة الخاصة بيك، 32 بوصة من تورنيدو. 16 رمضان، التقرير كان عن التكييف، والسؤال كان بيقول ما نوع الفريون المستخدم في تكييف تورنيدو؟ الإجابة فريون 410 صديق للبيئة. اسم الفائزة أستاذة شيماء عمران صالح، أهلا وسهلا بيكي يا أستاذة شيماء. أهلا بيكي أستاذة، منورة. ربنا يخليك. جاية لنا منين؟ من القاهرة. من فين في القاهرة؟ من عين شمس. من عين شمس، تحية لأهل عين شمس لو سمحتوا. طيب التكييف الخاص بيكي اهو هتاخديه معاكي وانتي ماشيه النهارده من تورنيدو. ايه المنتجات تورنيدو اللي عندك في البيت؟ عندي مروحه وعندي خلاط. مروحه وخلاط. مروحه وخلاط وبقى في التكييف. او في تكييف، وان شاء الله يعني انا هتجوز وهجيب حاجات كتير قوي من تورنيدو. انا انصحك بكده. انا داخله على جواز واقول حاجات تكييف. انتي مخطوبه دلوقتي؟ اه. طب عايز اسالك حاجه، وانت بتجهزي انت وخطيبك قعدتوا بقى تقسموا انت عليك كذا وانا عليا كذا؟ هي اتقسمت في الاول خالص ما بين يعني الاهالي. ما هو الاتفاق ده مهم عشان لو له شرط اخر نور. ايوه اتقسمت ما بين انت عليك الأهلي. ايه انا عندي الاجهزه الكهربائيه، كل ما هو بكهرباء. ما عدا الشاشه هو واخدها. حتى التكييف؟ لا لا، التكييف ده هو اصلا شغال في التكييف. بجد هيفرح قوي، بس اقسمي بقى منه التكييف لان هو هيقول لك هيجيبه. ايوه. اوكي، فناقص لك ايه طب في جهازك؟ هو الاجهزه الكهربائيه اللي ناقصه، بعد كده الحاجات اللي هي بتتجاب في الاخر دي. انت بقى الحاجات اللي بتتجاب في الاخر دي الحاجات الصغيره؟ لا لا، اللي يعني السجاد بقى انت بتجيبه على حسب شكل. طب انا عايز اسالك حاجه، انت ممكن تعملي لسته وتديها للعيله وللصحاب والقرايب تقول لهم دي الحاجات اللي ناقصاني وهم يجيبوا لك الحاجات دي هدايا؟ لا يعني اتكسف. ليه؟ بس لو حد سالني مثلا انت ناقصك ايه ممكن اقول له. طب انا هقول لك حاجه بقى، في اوروبا وبره بيعملوا حاجه وفي بعض الناس في مصر بيعملوها، ان انت مثلا هتروحي لفرع من فروع العربي، انت ساكنه قلت لي فين؟ في عين شمس. في عين شمس. هتشوفي مثلا اقرب فرع خاص بمنتجات العربي في تورنيدو وفي الاجهزه الخاصه بشركه العربي، هتروحي هتسيبي لهم لسته، هتكتبي انا ناقصني عايزه الخلاط ده وعايزه المكوه دي وعايزه المكنسه دي وعايزه مكنه القهوه كذا وكذا وكذا وكذا، وهتقولي للاصدقاء وللحبايب وللجيران اللي عايز يجيب لي حاجه في لسته بحاجات مختلفه باسعار مختلفه هتلاقوها انا سايبها في الفرع الفلاني. الناس هتروح تقول فين لسته خطيبك اسمه ايه؟ احمد. فين لسته شيماء واحمد؟ هيقول لهم الليسته، كل واحد هيجيب الحاجه اللي في مقدرته ويجيبوا لك حاجه انت مختارها وانت عايزاها، مش ده اسهل؟ هو اكيد اسهل. اسهل ليكي وللناس اللي هتجيب لك الهديه، لانهم عارفين ان هم جايبين لك حاجه انت محتاجاها وانت مختارها. ايوه اكيد اسهل. هتعملي كده؟ افكر. يعني بصراحه هو اقتراح ما جاش في دماغي فانا هفكر فيه. اصل ده اقتراح يعني عملي. ايوه جدا. هو وهيسهل لك الحياه جدا. حلو قوي. الف مبروك. الله يبارك فيك. شرفتينا ونورتينا. ربنا يخليك. اتفضلي استريحي، اهلا بيكي. طيب عندنا بعد كده حلقه 17 رمضان، التقرير كان عن لمبات تورنيدو، والسؤال بيقول كم عدد اللمبات اللي انا رميتها اللي شريف رماها على الارض وما اتكسرتش؟ والاجابه كانت 4. والفائز معانا استاذ علي السيد غازي، اهلا وسهلا بيك. علي السيد غزي. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. علي السيد غزي. غزي. علي السيد غزي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بص بقى حضرتك، وانت ماشي النهارده هتاخد كرتونتين من دول، كل كرتونه فيها 50 لمبه. هطلب بس منك طلب،
ان انت هتاخد اللي يكفيك والباقي وزع على الحبايب ان شاء الله والاصدقاء عشان يجربوا لمبة تورنيدو. ليه يجربوا لمبة تورنيدو؟ لمبة تورنيدو اولا بتقلل استهلاك الكهرباء، وكلنا عايزين نقلل استهلاك الكهرباء عشان الفاتوره ما تجيش غاليه، وبتقعد وقت بتقعد سنين عشان لغايه ما تتحرق، وليها ضمان 3 سنين. فانت هتاخد اللي هيكفيك والباقي بقى ايه توزعه على الحبايب. حاجه جايه منين؟ انا جاي من حضرتك الزرقاء دمياط. مين؟ الزرقاء دمياط. تحيه لاهل دمياط كبيره قوي. يا اخي جاي من دمياط وما جبتليش معاك شويه مشبك؟ المشوار شاق كده. المشوار طب ماشي هعديها لك. انت هتاخد ال 100 لمبه وما جبتليش المشبك برضه، بس عادي المره الجايه ان شاء الله عشان تكسب وتجي لنا تاني ان شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اتفضل، اهلا بحضرتك. تريح. شكرا. تريح. طيب حلقه 18 رمضان كانت عن المكنسه، تقريبا عن المكنسه، والسؤال كان بيقول ما هي اول ميزه تكلم عنها المهندس في موتور المكنسة، والإجابة كانت إن هي صوتها واطي. والفائزة معانا النهاردة أستاذة شيماء أحمد محروس. أهلا 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 بحضرتك يا شريف. عاجبني قوي إن أنت عمالة تضحكي من ساعة ما قعدت، دي نعمة من ربنا. الحمد لله، ربنا يديمها عليك. جاية لنا منين؟ من القاهرة. من فين؟ مرج. من مرج؟ مرج. تحية لأهل المرج لو سمحتوا. المكنسة بتاعتك، هو عندك مكنسة؟ عندي من ساعة جوازي ما فتحتهاش. طب هتعملي ايه بدي؟ هديها لماما هدية. ايوه كده. بقول لك ايه، هتشيلها لها لغاية عيد الأم ولا هتديها لها دلوقتي؟ لا طبعا، ما تخسرش فيها حاجة، أنا هاخدها أشيلها أوب على طول على ماما. ربنا يخليها لك ودايما فرحانين ببعض وتبقوا مع بعض في أحسن سنة. بتشتغلي؟ اه. ايه؟ هو أنا مدرسة بس شغالة حاليا في حضانة يعني. طب وإيه المشكلة؟ لا ده انا مبسوطه جدا. اصل بتقولي انا بشتغل مدرسه بس حاليا في حضانه، ما انت مدرسه في حضانه. انا مدرسه ثانوي تجاري. اه بس ما ينفعش يعني، ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ هيضربوني. مين هم دول؟ ثانوي تجاري هيضربوني. هيضربوكي ليه؟ انت ما عندكيش شخصيه؟ يعني ضعيفه شويه. فين ده؟ مش حاسس بان انت ضعيفه؟ اه بهزر بس، لكن ساعات يعني لو دخلتي الفصل مش هتعرفي. لا ما انا دخلت تربوي، كنت بتضرب. تتضربي؟ الفضايح دي، وانت مش عارفه تخشي تزعقي وتمسكي؟ ما فيش اكتر من ان انا بزعق، بس ما هي انا صغيره جنب ثانوي التجاري، 5 تجاري كبار واولاد كمان، فانا ببقى واقفه. لا صعب صعب. ما قدرتيش؟ قلتي خلينا مع بتوع الكي جي. ايوه على قدي. طب انا عايزه اقول لك حاجه. اتفضل. انت عارفه انك تبقي مدرسه في حضانه اطفال؟ اه دي حاجه مهمه قوي، لان انت بتغرزي اسس التربيه السليمه فيهم، وبيقعدوا يتعلموا منك حاجات كتيره قوي. لو انت هتجيبي كتب وتقعدي تقري لهم، لو انت هتقعدي تغني لهم، تحكي لهم حكايات، هيشوفوا طريقتك كمان بتتعاملي مع ازاي مع الناس. لانهم بيقضوا معاكي كام ساعه؟ حوالي من 5 لـ 7 يعني. ممكن الوقت ده يكونوا مش بيقضوه مع اهلهم، هم قاعدين مع ميس شيماء 5 6 ساعات. ميس شيماء هي اللي بتعلمهم ازاي ياكلوا، ميس شيماء هي اللي بتعلمهم حكايات، ميس شيماء بتجيبهم كتب وبتقعد تقرا لهم، ولا ما بتعمليش كده؟ لا طبعا، اكتر حاجه بتعامل معاهم ان انا ماما يعني، اللي هو بهزر وبضحك يعني. انا تربويه اكتر من ان انا بعلم، عشان دول سن صغير جدا ما يحتاجش ان هم يتعلموا قوي اكتر ما هم يترفعوا. لا انا مش معاكي في ده. هم عندهم كام سنه؟ يعني من 2.5 سنين كده لحد 4. طب انت عارفه ان انت المفروض الصح ان الطفل لما يبقى عنده 2 سنين بتجيبيه كده وتقعديه جنبك وتجيبي كتاب هو ما بيعرفش يقرا، وانت بتبتدي تجيبي له الكتب بتاعت الاطفال الخاصه بهذا السن اللي هو 2 أو 3 سنين، وبيبقى فيه صور كبيره وجنبها كلمات، وبتبتدي بصباعك تمشي وتقولي له وتقري له القصه وتشاوري له على الحاجه اللي في الصوره وتحكي له الحكايه. ده مهم جدا ان هو يشوف شكل الحروف ايه وتشوف شكل الالوان ايه، فانت كده بتنمي عنده قدرات عقليه
فلما يبقى عنده 4 سنين ويخش المدرسة هيفتكر دايما ان ميس شيماء كانت بتقول له ده حرف الالف، ده حرف الشين، ده حرف الري، ده اللون الاخضر، ده اللون الاحمر. برافو عليك يا شريف، انا هعمل كده اوعدك. شفتي بقى؟ ارجوك تعملي كده. اوعدك. لا هو احنا يعني بنهتم اكتر بان الطفل مثلا نقوي عضلات ايده في السن ده، طبعا بنقرأه كتير عشان حتى يستمع، بنحاول ان احنا طبعا نرفهه اكتر بانشطه، بس برضو بتعلم، ما هو بس كل ده ترفيه برضو، بتعلمي الالوان والكلام ده. بس الفكره اللي قلتها لذيذه. هتعمليها؟ ده انا هقول للمدير دلوقتي. لو سمحتي. اشكرك يا شيماء، شرفتيني ونورتيني. شكرا. استريحي، اهلا وسهلا بيكي. حلقه 19 رمضان كانت عن السخان، سخان تورنيدو اللي بالغاز، وفي منتجين من سخانات تورنيدو، في الغاز وفي الكهرباء، بس النهارده بنتكلم عن السخان الغاز. والسؤال كان بيقول ايه هي الوان سخان تورنيدو؟ الإجابة الصحيحة كانت أبيض وأوف وايت، واللي كسبت معنا النهاردة سخان أستاذة هاجر محمد مصطفى. أهلا وسهلا يا هاجر، إزيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. منورة. من جاية لنا منين؟ من القاهرة. من فين في القاهرة؟ المقطم. تحية لأهل المقطم، أهلا أهلا أهلا. عارفة عندكم بيعملوا كورنيش جديد في المقطم؟ هيتم افتتاحه خلال الثلاث او اربع سنين الجايين ان شاء الله، وانه هيبقى مزار سياحي عالمي، هيقلب المقطم تماما. عارفة الموضوع ده؟ قريتي عن المشروع؟ لا ما قريتش عنه، بس فعلا هما بيعملوه. ده هيبقى حاجة جبارة. على خير. يا بختك. وهناك عندكم الجو تراوى. لا انا كده كده ماشية اصلا. رايحة فين؟ المنصورة. انت من المنصورة؟ لا ده انا قربت اتجوز وكده. وعريسك من المنصورة؟ هتروحي تعيشي مع حماتك؟ طبعا بحبها. يا تقولي كده قبل الجواز بس؟ لا لا هي كويسه جدا. يا رب تقولي كده بعد الجواز. لا لا كويسه جدا. انت بتشتغلي ايه؟ انا شغاله في مصنع خياطه. بتعرفي تخيطي؟ شويه. برافو عليكي. عندك مكنه خياطه في البيت؟ لا. ليه؟ لاني لسه بتدرب وكده في المصنع عندي. اوكي. انت عارفه انا بشجع جدا الناس، زمان في بيوتنا وبيوت جداتنا كان كل بيت بيبقى فيه مكنه خياطه، واغلبيه المصريين كانوا بيفصلوا الهدوم في البيت من اول البيجامه لغايه فستان الفرح، كان بيتم تفصيله في البيت، واللي ما بيعرفش يفصل كان بيجيب الخياطه في البيت، والعيله تتلم وتقعد من الصبح بالليل تعمل لهم الحاجات الخاصه بيهم. وده انا شفنا حاجه حلوه جدا، ان الواحد يبقى معاه صنعه. اولا انت خريجه ايه؟ انا خريجه محاسبه كليه التجاره. كليه التجاره. وما اشتغلتيش في ده وعايزه تشتغلي في مهنه تعملي صنعه في ايديك؟ انا بحب الخياطه. انت برافو عليكي. والمشرف بتاعي دايما بيشجعني على الخياطه وكده. مين المشرف اللي معلمني؟ بصي احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يبقى معاه صنعه بيعملها في ايده. وانا الكلام ده قلته قبل كده، انا خريج كليه التجاره، انا ما استفدتش اي حاجه، انا دخلت قضيت كام سنه في التجاره، طلعت زي ما دخلت. اعتقد لو انا كنت اتعلمت تعليم فني استفدت ان انا اعمل حاجه بايديا كان الموضوع هيبقى مختلف. فبرافو عليكي ان انت اخترتي الكارير ده، او اخترتي ان انت تتعلمي الخياطه وتشتغلي في مصنع. يا رب يبقى عندك مصنع يا رب. اهلا وسهلا بيكي. انت كسبتي معانا النهارده سخان من تورنيدو. هتشيلي لي الجهاز؟ لا هديه لماما بقى. نبعته المنصوره ولا نوديه المقطم؟ لا المقطم. نوديه المقطم؟ عينينا نوديه المقطم. شرفتينا ونورتينا، استريحي. اهلا وسهلا بيكي. طيب احنا كده اتعرفنا على المتسابقين معانا او الفائزين معانا من يوم 4 رمضان. ليه من يوم 4 رمضان؟ لان 1 و2 و3 رمضان ما كانتش لسه المسابقه بدات، فاحنا بداناها من 4 رمضان. اتعرفنا عليهم واتعرفنا على الجوائز اللي هم حصلوا عليها، وانا سعيد انهم معانا النهارده. هنسمعكم اغنيه. هتسمعنا ايه؟ هنغني يا طير يا طاير. قال الكينج محمد منير. هنسمع يا طير يا طاير، وبعديها نرجع نتعرف على حضراتكم وتعرفوا الجوائز الخاصه بيكم. واتمنى ان انتم تكونوا مبسوطين معانا في 4 شارع شريف. نسمع يا طير يا طاير للكينج محمد منير، وبعديها ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع نكمل مع باقي الفائزين معانا النهارده بمسابقتنا في شهر رمضان الكريم وتورنيدو وجوائز تورنيدو. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. We'll be right back.
يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، وهات البشاير وامشي برضى الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، وهات البشاير وامشي برضى الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله. لك لبيع الروح خدني بحنانك، لك لبيع الروح خدني بحنانك، لا تبتعد وتروح ومنين بدالك، لا تبتعد وتروح ومنين بدالك، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله. يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله. أوبا أربعة شل عشرين بكون مبسوط قوي لما بنشوف الجمهور بتاعنا عندنا هنا في 4 شارع شريف، هما بيشوفونا تقريبا كل يوم، فلما هما بيجونا هنا الشارع انا بكون يعني في قمه سعادتي في الحقيقه، وبتبسط لو هما كمان جم واتبسطوا عندنا، كلنا بنكون سعداء جدا كسكان الشارع. بفكركم مره تانية احنا النهارده بنوزع الجوائز الخاصه بمسابقه تورنيدو اللي كانت معانا خلال شهر رمضان الكريم اللي بداناها من يوم 4 رمضان ل 30 رمضان، وكل يوم كنا بنعرض تقرير عن منتج من منتجات تورنيدو، والتقارير دي كنا مصورينها في مصانع العربي، وكل يوم بنتكلم عن منتج من منتجات تورنيدو، وفي الاخر انا كنت بسال سؤال لي علاقه بالمنتج اللي في التقرير. الناس بعتوا على صفحة تورنيدو على الفيسبوك، والسؤال كان بيقعد على الصفحة تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات، وكان بيتم آخر إجابة صحيحة اتجاوبت على البوست أو على السؤال. والنهاردة أغلبية اللي فازوا معانا جايين يستلموا الجوائز الخاصة بيهم، الجوائز الخاصة بيهم مراوح ومكنسة والغسالة والمكوى، التكييف، الشاشة، السخان، اللمض، الخلاط، الميني بار، وكلها منتجات مصرية، ولينا الفخر ان احنا نقول ان تورنيدو المنتج المصري قدر يوصل للعالمية بوقت غير عادي وبسرعة جدا، وكمان مش بس قدر يوصل للعالمية والمنتجات تورنيدو تبقى في عشرات الدول في العالم، ده كمان في بعض الدول على رأسها تونس الشقيقة
في معرض لمنتجات تورنيدو موجود في تونس، وده شيء يفرحنا جدا ان العالم كله بقى مهتم بالصناعة المصرية وبيحب يستخدم الصناعات المصرية، أجهزة كهربائية منزلية بجودة عالية جدا وأسعار مناسبة جدا وطبعا بضمان العربي. خلونا نكمل مع بعض ونتعرف على باقي ضيوفي النهاردة اللي فازوا معانا في مسابقة تورنيدو، وهنتكلم دلوقتي عن حلقة 20 رمضان، والمنتج اللي اتكلمنا عليه كان المكوى، والسؤال اللي بعد التقرير كان البخار بيشتغل في المكوى بعد قد ايه، والإجابة كانت بعد سخونة المكوى أو بعد ما اللمبة الحمراء بتطفي. واللي فاز معانا أستاذ محمد محمود عبد المنعم، حيو أهلا أهلا أهلا. إزيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله تمام يا فندم. أنت كويس؟ جاي لنا منين؟ فيصل هنا يا فندم، فيصل محافظة الجيزان. فيصل تمام، تحية لأهل فيصل، أهلا أهلا. بتشتغل في مجال ايه؟ طيران يا فندم. طيران؟ في مطار سفينكس. في مطار؟ سفينكس. مطار سفينكس. تمام. بتعمل ايه بالظبط؟ انا في اداره العمليات، انا في اداره العمليات. اشرح لي يعني ايه شغلي؟ انا اريا كنترول، انا اللي ببقى مسؤول عن الصاله كان في الوصول او السفر. مهمتنا الاول الاخيره هي الراكب من اول ما بيخش المطار لحد ما بيركب طيارته بالسلامه. اوكي، دي شغلانه صعبه جدا. الحمد لله يعني. وان بس انت هي احلى حاجه اللي انت بتقدر تساعد يعني تدي خدمه لحد. بس انت عشان ترضي الراكب ده شيء صعب. احنا كلنا في خدمه الراكب في المطار. طيب. من صغير لكبير. انت قلت حاجه مهمه قوي. تمام. احنا دلوقتي بنشجع السياحه. تمام. وعايزين مصر يبقى فيها ملايين السائحين يجونا كل سنه، ونتمنى ان احنا نوصل ل 50 60 مليون سائح يجونا كل سنه، واعتقد عشان نوصل للرقم ده انت وانا وكل واحد فينا مسؤول. تمام. ان احنا نتعامل مع السائح معامله طيبه ونوريه ان احنا اهل كرم علشان يجي لنا مرة تانية. تمام. لأن في بعض الدول مش هقول أسامي نسبة السائحين اللي بيجوها للمرة التانية يعني يروحوا يتبسطوا ويجوا مرة تانية 50 أو 60%. تمام. احنا عندنا النسبة للأسف أقل من كده، فاحنا عايزين أي سائح يجي في مصر يشوف بلدنا وجمال بلدنا وجمال الشعب المصري. تمام. فكلنا عايزين نهتم بده. أكيد. انت النهارده حضرتك كسبت معانا المكوى بخار من تورنيدو، مبروك عليك. ومرسي انت اشتركت في المسابقه ومرسي انت جيت لنا النهارده. الله يخليك. اهلا وسهلا. شكرا. اتفضل استريح. حلقه 21 رمضان، التقرير كان عن الثلاجه، والسؤال كان بيقول اسم اختبار الجوده اللي قام بيه المهندس في التقرير، والاختبار كان التصادم. واللي فازت معانا دكتوره اسماء عبد العال السيد، بنحييها. اهلا يا دكتور، منوره ومشرفه. حضرتك جايه لنا منين؟ المنيا. المنيا، تحيه لاهل المنيا قوي قوي قوي. حضرتك دكتوره ايه؟ علاج طبيعي. علاج طبيعي يمكن من التخصصات المهمه جدا، وبالذات لكبار السن والاطفال كتير قوي بيعانوا من مشاكل، فالله يكون في عونك. انت عايشه في المنيا؟ فين في المنيا؟ في قريه السلاوس تبع مركز العدوى محافظه المنيا. اهلا وسهلا. وجاي لنا مخصوص. على راسنا. والله على راسنا. حضرتك كسبتي معانا النهارده الميني بار من تورنيدو، يكون عندك في البيت وتستخدميه، ومبروك عليك. شكرا جدا. وميرسي ان انت جيتي لنا مره ثانيه. شكرا جدا. اهلا وسهلا بيكي. شكرا يا فندم. عندنا حلقه 22 رمضان، التقرير كان عن مروحه تورنيدو، وكنا بنتكلم عن مروحه السقف ساعتها، والسؤال كان بيقول عدد سرعات مروحه السقف تورنيدو، والاجابه الصحيحه كانت 5 سرعات، والفائزه معانا استاذه زينب صلاح شعبان. اهلا اهلا يا استاذه زينب. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. جايه لنا منين؟ من القاهره. من فين؟ من امبابه. اهلا باهل امبابه، تحيه. أهلاً. تاني تحيه لامبابه، اهلا وسهلا بيك. تعرفي تطبخي؟ اكيد طبعا. بتشتغلي في ايه؟ لا انا مش شغاله، انا ربة منزل. ايوه. إيه لو عزمتيني عندك انت وجوزك كده على الاكل، هتعملي ايه في السفره؟ اسالك انت عايز ايه وانا اعمله لك. ده اسهل.
ولو انا ما قلتلكيش؟ لو انت ما قلتلكيش اعمل لك بقى مكرونه بشاميل مثلا. اللي انت عايزه اعمله لك. لا انا عايز اعرف انتوا امبارح طب اتغديتوا ايه؟ لا مش فاكره. معقوله؟ مش فاكره. يبقى ما طبختيش؟ لا طبختي. شكلك بتجيبي دليفري. مش فاكره والله. لا والله للاسف. مش بنجيب دليفري. بتجيبوا دليفري؟ لا بنطبخ. ايوه. طب بص، بما ان الحاجات اسعارها زادت شويه، لو انت متابعه البرنامج عندنا هتلاقينا ان احنا ما بنعملش ولا لحمه ولا فراخ. أيوة. وبنعمل سمك بلطي، ولو عملنا فراخ بنعمل دبابيس واجنحه او لحمه مفرومه. تابعي بقى الفقرات، انت متابعه البرنامج؟ ايوه طبعا. طب هتلاقي بقى الفقرات بنعمل كميه اكلات اقتصاديه سهله ومش مكلفه كتير جدا، فاتمنى ان انت تتابعي ده وتنفذي ده لاهل بيتك عشان يعني نرحم جبنه شويه. صح. شرفينا ونورتينا، مبروك عليكي. المروحه النهارده مروحه ستاند ريموت كنترول من تورنيدو، حضرتك هتاخديها معاكي وانت ماشيه، وسلمينا على اهل امبابا كلهم. اهلا وسهلا بيكي. استريحي. حلقه 23 رمضان، التقرير كان عن غساله الملابس من تورنيدو، والسؤال كان بيقول ايه هو الشيء الذي يوضع للحفاظ على الغساله من الصدمات، والاجابه كانت الفوم. واللي فازت معانا النهارده استاذه هبه احمد سيد خليفه. اهلا يا استاذه هبه، منوره. اهلا وسهلا بحضرتك. جايه لنا منين؟ من اسيوط، ابعد بلد. من اسيوط؟ ايوه. تحيه لاهل اسيوط. عايز اقول لكم مصر كلها النهارده في 4 شارع الشريف، فبشكر تورنيدو ان هو جاب لي مصر كلها من اغلبيه المحافظات عندنا النهارده، ده شيء يشرفنا. وميرسي كمان اهل المحافظات وجايين لنا لغايه هنا، دي حاجه على راسنا من فوق. طيب حضرتك فوزتي، عندك غساله؟ ايوه. بقى عندك اتنين، بقى عندك غساله هاف اوتوماتيك اهي، هتديها لحد ولا هتستخدميها؟ ايه؟ هتديها لحد ولا هتستخدميها؟ لا هستخدم. هتستخدمي غسالتين؟ ايوه. طب والقديمه هتعملي في يعني؟ ما تدي القديمه لحد. طيب خلاص هدي القديمه لحد. انا رايي كده، اصل غسالتين في البيت. ايوه. احتفظي بالجديده من تورنيدو، والقديمه شوفي حد محتاجها او جمعيه خيريه بتجوز بنات او شباب وادي لهم الغساله اللي عندك، بس قبل ما تديها لهم لازم تبقى متصلحه وتبقى فله. ايوه صح كده. الجديده بقى خلاص. انت شوفي بقى، دي حاجه بينك وبين ربنا، ماليش دعوه. شرفتيني ونورتيني، اهلا وسهلا بيكي يا استاذه هبه سيد خليفه. استريحي. حلقه 24 رمضان، والتقرير كان عن الخلاط، والسؤال كان بيقول نوع الاختبار اللي قام به المهندس، والاجابه كانت اختبار التوافق الكهرومغناطيسي. والفائزه استاذه صفاء سليم محمود، حيوها، اهلا بيكي. ازيك يا استاذه صفاء؟ اهلا بحضرتك. منوره. الله يخليك. جايه لنا منين؟ من القاهره، من الاميريه. تحيه لاهل الاميريه لو سمحتوا. بتعرفي تطبخي؟ طبعا طبعا، واضح. استاذه مشهوره بايه؟ بالمحاشي، المكرونه البشاميل، كل الاكل اللي انت تحبه موجود. سفره العيد هتعملي فيها ايه؟ العيد الكبير فته طبعا، ولحم. فته ولحمه ورقاق. رقاق. ورقاق طبعا، اهم حاجه الرقاق طبعا. خلي بالك طبعا. مشرفاني ونوراني، ومبروك عليكي خلاط من تورنيدو زي ما ورنهولك ورنهولكم من شويه، خلاط تورنيدو اللي حضرتك فزتي بيه. في معاه اولا هو 600 وات، ومعاه بلندر خلاط، ومعاه اتنين مطحنه. مبروك عليك. شاكره جدا. تعملي بقى المحاشي والمكرونه. طبعا طبعا. عيشي حياتك. طبعا. اهلا وسهلا بيكي. شاكره جدا. بحييكي، استريحي لو سمحتي. شكرا يا فندم. استاذ صفاء ميرسي. عندنا حلقه 25 رمضان، التقرير كان عن الشاشه، والسؤال كان بيقول من اي ارتفاع وقعت شاشه تورنيدو في اختبار الجوده، والاجابه كانت نص متر. واللي فازت معانا استاذه اسماء محمود احمد. اهلا. ازيك يا استاذه؟ منوره ومشرفه. جايه لنا منين؟ من بابا. من بابا برضو؟ ايه ده، سقفوا لمبابا وحيوهم لو سمحتوا.
النهارده اكتساح، امبابه عامله اكتساح. بتدرسي ولا بتشتغلي؟ طالبه. في ايه؟ طالبه. طيبه، كليه هندسه. كليه هندسه؟ قسم ايه؟ طيران. طيران؟ ده المطار عندنا النهارده، طيران وعندنا هنا حد ما شاء الله. طيب في سنه كام؟ اولى. اشمعنى تخصصتي ده؟ تخصص صعب مش سهل. مش عارفه، كل حاجه جت فجاه كده. انا اصلا ما كنتش مخططه ان انا ادخل كليه هندسه اصلا. كنت ناويه ادخل كليه علوم قسم كيمياء. ما دخلتيش ليه؟ مش عارفه، هو فتره الامتحانات يعني اتجه شغفي للهندسه اكتر. طب عايز اعرف الدفعه بتاعتك الولاد اكتر ولا البنات اكتر؟ الولاد طبعا كتير. بس البنات بدات تدخل اكتر. احنا تقريبا 20 طالبه في. شرفتينا النهارده وفرحانين بيكي. كسبتي من تورنيدو شاشه ليد 32 بوصة سمارت شيلد، مبروكة عليكي، وفيها كمية إمكانيات غير عادية. بتتفرجي على 4 شارع شريف؟ طبعا. بتتابعي الكورة؟ لا. أنا برضو مش بتابع الكورة. إيه البرامج اللي بتشدك في ال... لا التلفزيون ما بيشدنيش قوي يعني. ما بيشدكيش قوي التلفزيون؟ مضيع الوقت. خشي على يوتيوب. بس اتفرجي على البرنامج. طيب ماما ده انت جواه اهو. مامتك بتتفرج؟ هتدي لها الشاشه؟ طيب تدي لها الشاشه. بشكرك، شرفتي ونوري. استريحي يا استاذه اسماء، اهلا بيكي. حلقه 26 رمضان، المنتج التكييف او تقرير كان عن التكييف، وسؤال كان بيقول اسم اختبار جوده تكييف تورنيدو، والاجابه كانت اختبار درجه عزل للجهاز ضد دخول الميه. الفائز استاذ نبيل نجيب يوسف، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. منور حبيبي. تعيس. جاي لنا منين؟ انا من اسكندريه. من اسكندريه. اسكندريه اجدع ناس. تحيه كبيره قوي لاهل اسكندريه. منين في اسكندريه؟ انا من العصافره. لا بجد؟ بجد؟ انا متربي هناك. بجد؟ والله. تعرف عارف حاجة. انت لوكاندة وردة العصفرة؟ طبعا. انا البيت اللي كان لازق فيها بقى كونتينر هاب دلوقتي خلاص. عارف كان بيتنا زمان. بلديات بقى. والعصفرة دي بقى انا فاكرها في السبعينات من القرن اللي فات. حضرتك ما كنتش اتولدت اصلا؟ لا. انت مواليد سنة كام؟ ثمانينات. كام؟ 81 يعني. ما كنتش اتولدت. كانت مش عايز اقول لك الجمال. طبعا. عموما انت النهارده شرفت ونورت حبيبي. هتسافر تروح اسكندريه معاك تكييف من تورنيدو. عندك جهاز تكييف في البيت؟ انا دلوقتي لا، حاليا في الشقه اللي انا فيها دلوقتي. جات هو لك. بصراحه جه في وقته يعني. جه في وقته. جه في وقته مع الحر الزمهري اللي احنا فيه. مبروك عليك. جهاز تكييف من تورنيدو استاذ نبيل نجيب يوسف. بتشتغل في مجال ايه؟ انا صيدلي. اهلا يا دكتور. أهلاً. مشرف ومنور. ربنا يخليك. ميرسي. اهلا بيك. ميرسي. حلقه 27 رمضان كانت عن التقرير، كان عن لمبات تورنيدو، والسؤال بيقول لمبه تورنيدو بتنور لمده كام ساعه؟ والإجابة الصحيحة 25,000 ساعة. واللي فاز معانا أستاذ مصطفى أيمن فرحات، بنحييه. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. منور. نورك يا ريس. أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 19 سنة. أنت بتدرس إيه؟ أنا في معهد فن صناعي في وسنا. معهد فن صناعي. فين؟ في وسنا. أنت عايش في وسنا؟ لا، أنا من المنوفية. من المنوفية؟ أنا في عرق منوفي، خلي بالك. من المنوف. حقيقي وقال المنوفية لو سمحتوا. انت عارف ان انت الدراسه اللي بتدرسها دي دراسه مهمه جدا، لان انت هتخرج من المعهد اللي انت فيه معاك صنعه. ايوه. مقدر ده انت ولا مش مقدر ده؟ مقدر. مقدر، فاهم؟ فتقدر تعمل ورشه بتاعتك، تقدر تشتغل في مصانع. انت قلت لي انت تخصص ايه؟ شبكات. شبكات. يعني ايه شبكات؟ اللي هي تبع الاتصالات وكده. تبع الاتصالات. ممكن بقى تشتغل في اماكن كتيره قوي. أيوة. ولازم تبقى فخور دايما بدراستك ان شاء الله. خلاص، انت النهارده هترجع لبيتكم معاك 100 لمبه من تورنيدو. اللمبه بتفضل ممكن 25,000 ساعه، يعني شوف ده كام سنه، وعليها ضمان 3 سنين من العربي. لمبات تورنيدو 100 لمبه كتير قوي، اكيد هتهدي صحابك وزمايلك منهم ان شاء الله. صح، لانها بتوفر كمان في الكهرباء. منورني، اهلا وسهلا بيك. شكرا انت جيت لنا النهارده يا استاذ مصطفى. بعد كده حلقه 28 رمضان، التقرير كان عن المكنسه، والسؤال بيقول نوع اختبار جوده مكنسه تورنيدو، والاجابه كانت اختبار كفاءه
سحب التراب. واللي فاز معانا استاذ محمد شعبان ناجي حيو، اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. منور بنورك يا فندم. جاي لنا منين؟ من الفيوم. من تحيه لاهل الفيوم. اهلا منورنا. نورك يا فندم. عندكم مكنسه في البيت؟ اه عندنا. طب هتعمل ايه في دي؟ ممكن بقى المدام تهديها لمامتها، اي حاجه براحتها يعني، اللي هي عايزاه. انا اساسا بهديها لمراتي لان هي السبب في الفوز. هي يعني. فين؟ موجوده اهي. انت اللي بعتي؟ طب ما دخلتيش، دخلتي جوزك هو ليه؟ اتكسفتي عشان عياله كده؟ كنت دخلتي بالعيال. منورنا، انتوا منين في الفيوم؟ احنا من قريه اسمها ورط المقطع. اهلا وسهلا بيك، شرفتوا ونورتوا. بنورك يا فندم. ميرسي انتوا جيتوا لنا. مبروك عليكم مكنسه تورنيدو. الله يبارك فيك. اتفضل استريح. اهلا وسهلا بيك. حلقه 29 رمضان كانت عن السخان، والسؤال بيقول مميزات كل المكونات الداخليه والخارجيه للسخان، والاجابه كانت غير قابله للاشتعال. اللي فازت استاذه هدى فرج، هنبعت لها السخان. 30 رمضان اخر سؤال او اخر تقرير كان عن المكوى، والسؤال كان بيقول فايده الاختبار الاختبار الكهرومغناطيسي. الاجابه كانت عشان نضمن وقت الفصل وتشغيل المكوى، مش بيتاثر على اي منتج اخر. اسم الفائز استاذ احمد سامي الضفراوي، هنبعت له المكوى. كده قلنا كل الفائزين معانا النهارده. بشكر جدا اللي تعبوا نفسهم وجم من محافظات مختلفه لغايه 6 اكتوبر في 4 شارع الشريف عشان يستلموا جوائزهم. ميرسي جدا، حيوا نفسكم. حيوهم حيوهم. بس انا 2 أو 3 ما سالتهمش، انتوا جايين لنا منين؟ حضرتك جاي منين؟ من اويستا. وحضرتك؟ شرقية زقازيق. انت قلت منوفية؟ طب تحية ليهم هم التلاتة، جامدة بس شوية وصوية. شرفت ونورتوا، ميرسي جدا ليكوا، وشكرا تورنيدو على ثقتكم في 4 شارع الشريف وفي ثقتكم في جمهور 4 شارع الشريف. مبسوطين بيكوا، فخورين بيكوا، فخورين بالصناعة المصرية، فخورين ان التورنيدو كل يوم بيكبر، فخورين ان التورنيدو كل يوم بيتم تصديره لبلاد كتيرة حول العالم، ومكتوب على كل منتجات تورنيدو صناعة مصرية وتورنيدو براند مصري. ده حاجة مشرفة لكل المصريين، ويا رب دايما نجاح وتطور، ودايما هتلاقونا بنستخدم عندنا هنا في مطعمنا منتجات تورنيدو. وبفكركم مرة تانية ان في منتجات العناية الشخصية هتلاقوها بتتباع في اماكن كتيرة قوي اللي بتبيع منتجات تورنيدو. مرة تانية بشكركم، شرفتونا ونورتونا. هنسمعهم ايه دلوقتي؟ تجيش نعيش للفنان علي الحجار. تجيش نعيش للاستاذ علي الحجار حبيب قلبنا. وبعديها ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع جلاتس حداد. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. وجديلة ديل الكحيلة، خمرة وبعيون كحيلة، وجديلة ديل الكحيلة، يا نور ماني زماني مالي في هواك حيلة. خمرة وبعيون كحيلة، وجديلة ديل الكحيلة، خمرة وبعيون كحيلة، وجديلة ديل الكحيلة، يا نور ماني زماني مالي في هواك حيلة. وبقول لك ايه، تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش. وبقول لك ايه، تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش.
سمرة حبك أخدني من روحي وبقيتي روحي، يا سمرة حبك أخدني من روحي وبقيتي روحي، سلسال حنانك وعدني يداوي حزني وجروحي، بحر الهوى موجه عالي وأنا طوق نجاتي بإيديكي، بحر الهوى موجه عالي وأنا طوق نجاتي بإيديكي، تعالي لي ميلي تعالي وأنا عايش معاكي وبإيدي، وبقول لك إيه تيجي نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي، بقول لك إيه تيجي نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي، سمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة، سمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة، ياني ورماني زماني مالي بهواكي حيلة، وبقول لك إيه تيجي نعيش أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذرة فرائض عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. صح يا مار. يا مار. كملي لي قولي للناس كده نبذه، قلنا المره اللي فاتت ايه وهنكمل في ايه. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على فكره الاله عند المصر القديم، ان هو اعتقد ان في حاجه خارقه هي اللي خلقت كل الكون، وان المصري القديم ما كانش وثني، لم يعبد الحجاره ولم يعبد التماثيل، ده كانت بس رمز للاله بتاعه. النهارده بقى هنكمل بقى ايه اللي هي النهايه، الناس عاشت وامنت بالالهه بتاعتها، ففي بقى ايه عقاب وثواب او الجنه او النار. طيب احنا الشخص بيتوفى وبيبحر في نهر العالم الاخر عشان يوصل لقاعة اسمها المحاكمه النهائيه. المحاكمه النهائيه دي بيقابل 42 قاضي. على فكره منظر المحاكمه بال 42 قاضي اسمه ايه ده الميزان، والميزان دي ظهرت بالشكل الصريح ده في الدوله الحديثه، ليها طبعا اساس من الدوله القديمه بس في الدوله الحديثه بالمنظر ده، وبيعتقد ان ال 42 قاضي بيمثلوا ال 42 اقليم في مصر القديمه، ان هو كل واحد منهم مستني اجابه من او اعتراف من الشخص المتوفي، سواء بقى احد عامه الشعب او العيله المالكه. فهو بيقول اسمه لكل قاضي وبيقول كل حاجة باعتراف بقى، ومن أهم الحاجات اللي أنا بعتبرها عظيمة إن أنا لم ألوث مياه النيل، إن أنا لم أكن مرتشي، إن أنا كان عندي ضمير، لم أقتل، لم أكذب، لم أنظر إلى امرأة جاري، كل دي حاجات من 42 اعتراف لازم يعترفهم المتوفي لل 42 قاضي. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل، بياخد ماسك القلب بتاعه في على ايده وبيديها لانوبيس اله التحنيط عند مصر القديمه. انوبيس عنده الميزان، في كفة بيحط قلب المتوفي، وفي الكفة التانية بيحط ريشة ماعت إلهة الحق والعدل والنظام، واحنا كلمنا عن ماعت قبل كده. فلو القلب نفس وزن الريشة يبقى هو كان رجل كويس في حياته وأفعاله موازية للحق والعدل بتاع الإله ماعت، فلو هو كان ملك بيتحد مع الإله أوزوريس في العالم الآخر، لو هو كان كاهن هيبقى كاهن، لو هو كان مذيع هيبقى مذيع في العالم الآخر. أوكي طيب إيه بقى لو لقينا إن القلب أتقل من الريشة، إيه اللي بيحصل؟ في كائن
راس تمساح ونص جسم اسد وبقيه النص التاني من جسمه فرس النهر. ده اسمه عمعم او عمعم. ده بياكله بقى؟ ده بياكل القلب. يبقى كده ملوش. انا وجهه نظري الشخصيه هي فيها حاجه فلسفيه شويه، ان القلب كان مصدر الاحساس والضمير والاخلاق، لان المخ ما كانش مهم بالنسبه لهم، فان هو يوزن افعاله وضميره لو من غير القلب هو لا هيبقى لا هيفرح ولا هيزعل ولا هيعيط ولا هيضحك. فعارف انت بيقول ايه، بني ادم جسد بلا روح او بلا تنسأل. بالظبط. صحيح. فده اللي هو هيعيش الى الابد في هذا العذاب، ان هو مش حاسس باي حاجه، والتانيين هيعيشوا في الجنه. وعايزه اقول لك هم وصفوا الجنه سموها الايارو. طب تعالي نتكلم عليها بعد الفاصل. اوكي ممكن بس عايز معاك اغنيه سريعا كده للست فايزه احمد، بعديها فاصل نرجع نكمل مع جلاديس. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، من يوم القلب محبك ويوماتي في جرح جديد، والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويالها يمين في جمالك، ده حرام تبعت لي خيالك وتدوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمتك ليه، تشغلني برمتك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمتك ليه، تشغلني برمتك ليه. برافو. كلمنا قبل الفاصل لو الجنة بالنسبة لهم عند القدماء المصريين كان شكلها ايه؟ وصفها لنا وكان اسمها ايه؟ كان اسمها ايارو. كانت بالنسبة لهم سهول وخضرة وانهار، دي كان بالنسبة لهم الجنة. حلم الناس كلها. تعال نشوف الصور. يلا. نشوف أول صورة للكلام اللي اتكلمنا فيه النهاردة مع جلاديس حداد، ودي الصورة. إيه ده دي بقى؟ داخل هرم في سقارة، هرم أناس. شايف كلها هيروغليفي مكتوب على الحيطان، دي اسمها نصوص الأهرام. أوكي. دي بداية اللي احنا كنا بنتكلم عليه بقى، المحاكمة والبعث. ده دولة قديمة. الأسرة خمسة. خمسة؟ دي نصوص الأهرام. أوكي. بعد كده في الدولة الوسطى بقى عندنا نصوص التوابيت، شايف ده تابوت من الخشب وعليه النصوص اللي هي بتحمي وبتساعده إلى الذهاب إلى العالم الآخر. أوكي. بعدين بقى عندنا المحاكمة النهائية بالشكل اللي احنا كنا لسه بنشرحه، ده ظهر جدا في الدولة الحديثة. أوكي. وادي هنا شايف القاعد على اليمين، ده الاله اوزوريس. وادي المتوفي، خلاص هو عدى بقى المرحله ان قلبه نفس وزن الريشه، وهنا بيقابل الاله اوزوريس رب العالم الاخر. طب لو الريش وده ايه ده؟ ده بقى اللي بقول لك عليه، عمعم اللي هو راس هيكله. اسد وراس تمساح وجسم اسد وجسم سيد فرس النهر. سيد قشطه. اوكي. ودي؟ دي بقى الايارو الجنه. اوكي. طب لو الريشه طلعت اتقل ما كان لا ما مفيش ده بقى مفيش. ما عندهمش ما عندهمش يعني كده ما كتبوش ان ده يبقى ايه او كده. برضو اجدادنا المصريين القدماء فكرهم كان عظيم واخلاقهم يا شريف أخلاقهم. يعني اللي بيحدد بيروح للجنه ولا لا اخلاقه، ما لوثتش النيل، ما بصيتش لمرات جارك، حاجات كلها قيم انسانيه عاليه. كنتش مرتشي، كان عندي ضمير في شغلي. صحيح. شيء يشرفنا ان احنا احفادهم. هاي. بشكرك. ميرسي. اشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جلاديس حداد، اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، نشوفكم بكره في نفس ميعادنا، شكرا لكم، باي باي.